جينا لهذا عند هذه القافله ديال محمد الخامس باش نحيدوا الجلاله. حيدنا الجلاله، الناس اعتنوا بنا مزيان وعاش الملك. بالنسبه لي انا حيدت الجلاله العين اليمنى، كنت ما كنشوفش مزيان، دابا حيدت الجلاله العين اليمنى. هذه العمليه مجانيه، كنوجه الرساله للناس اللي بغاو يديروا العمليه باش يتشجعوا يتقدموا. الناس راه مزيانين، كاين العنايه اللي تامه، تحيه لهم. جيت لهذه المبادرة الوطنية اللي دارتها مؤسسة محمد الخامس للتضامن مع مع الجمعية المغربية الطبية للتضامن. هذه الحملة اللي دايرين هنا في إقليم طنطان هي حملة لإزالة الماء الأزرق أو الجلالة، وكنشكروا هذه الجمعية، كنشكروا مؤسسة محمد الخامس للتضامن على هذه المبادرة. ما هي هذه المبادرة؟ ما هي إلا مساهمة من هذه المؤسستين في تحسيس بالساكنه ومتطلبات الساكنه، وكنتمنى لهم المزيد من العطاء، مزيد من التوفيق، وكنشكرهم بزاف لانهم فعلا داروا واحد العمل جبار، واحد العمل مهم بالنسبه للساكنه، لان الساكنه كنلاحظوا ان هذا المرض ديال الماء الجلاله او داء الجلاله انه ولا كينتشر بشكل كبير خاصه في المناطق الجنوبيه. وبالتالي هاد المؤسستين اللي داروا هاد المبادره هذا ما هي الا خير، وما هو فالخير على الساكنه. وبالتالي ان هاد المبادره كنتمنوا عليها وكنشدوا على يديهم بحراره، وكنتمنوهم الامنيه الكبيره هي انهم يضاعفوا من عدد هاد المبادرات. كنتنظم اليوم مؤسسة محمد الخامس بالشراكة مع جمعية أصدقاء مرضى مسلم الحسن الثاني بطنطان والجمعية المغربية الطبية للتضامن والجمعية ومؤسسة أموكار طنطان ومندوبية الإقليمية لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية بطنطان، حملة طبية لإزالة المياه الزرقاء، مياه ما يصطنع عليه بالجلالة، حيث هذه العملية كانت كتمتد بين من 21 و 22 كانت من اجل تشخيص ديال هاد الحالات اللي كنا سجلناهم مسبقا في ازيد من 300 حاله اللي كانوا مسجلين، زادوا زائد بالاضافه الى مجموعه من الحالات اللي تم جاوب بلا تسجيل كيتجاوز العدد ديالهم 200 حاله. كاين ايضا كاين اليوم كنتصادفوا مع العمليات للأشخاص اللي تم الالتقاء ديالهم بناء على ما انتج عليه واحد التحاليل الطبيه لازيد من 300 شخص اللي داروا التحاليل اللي منهم ولا تم الاقصاء ديالهم بسبب ارتفاع نسبه السكر وارتفاع نسبه خزان السكر في الدم. هذا هو اللي كان السبب في الاقصاء ديال هذاك 200 شخص، تم الانتقاء 100 شخص، واليوم راه كاين العمليات ديال ازاله الجلاله. اليوم الاحصاء في هذا الصباح وصلنا 60 حاله، نتمنوا 60 عمليه جراحيه، نتمنوا الخير ونتمنوا ان هذا بالاضافه الى مجموعه من الحالات المستعصيه واللي تكفلت بها مشكور مؤسسه محمد الخامس بشراكه مع الشركاء، مثلا بحال وجود جلاله في القرنيه، وجود اطفال صغار خاصهم يتبنجوا بنج كلي وتم الإفادة ديالهم في المستشفى الجامعي في الحسن الثاني في أكادير. بالخصوص رسالتنا للمجتمع ولا رسالتنا سمو، أول حاجة هي بادرة طيبة كنظمناها مع مؤسسة محمد الخامس للتضامن، و100 شخص هي نسبة مقارنة مع الساكنة هي مازال في حاجة ماسة مثل هذه القوافل الطبية. ثاني حاجة والأهم انه مازال مستقبل مازال غيكونوا ان شاء الله قوافل طبيه ثانيه مع بشراكه مع مؤسسه محمد الخامس للتضامن، بشراكه مع مجموعه من الاطارات ولا المنظمات الوطنيه والدوليه اللي مهتمه بمجال قطاع الصحه.